رغم اختلاف أوضاعهم الاجتماعية وأحوالهم المعيشية بشدة، جمع هؤلاء الأطفال البحث عن حقوقهم في الدستور المصري الجديد، معلنين تمسكهم بالنصوص المقترحة من ائتلاف حقوق الطفل. جاي أتكلم عن الأطفال العاملين وإزاي ياخدوا حقهم وإزاي إن هم مفروض يسمعونا عشان يحققوا لهم طلباتهم. هما برضو ناس من المجتمع ومن يعني والناس برضو ليهم كيان. أنا من ضمن الأطفال اللي شاركوا في وضع الدستور في 2012 وجيت النهاردة عشان أشارك في وضع الدستور، وأتمنى أن أنا الكلام اللي أنا هقوله أنه هو يتاخد بيه ويتفعل، لأن أنا لما جيت شاركت المرفضة ما اتاخدش بكلامي. أنا النهاردة جاي أتكلم على العنف اللي في الشارع وفي البيت وفي المدرسة. العنف اللي في المدرسة يعني مدرسين والضرب وبيضربوا في المدارس ويعذبوا العيال في المدارس، وفي الشغل الضرب برضو ينزلوا والأسرة تنزل العيال أكثر من عايزين ينزلهم بالعنف ويضربوهم ينزلهم بالعنف. من بين هؤلاء الأطفال من يطلق عليهم أطفال شوارع، ومنهم أطفال عاملون وذوي احتياجات خاصة وغيرهم. هذا التنوع عكس حرص الائتلاف المصري لحقوق الطفل على أن يمثل في هذه الجلسة كل فئات الأطفال في المجتمع. احنا بقالنا سنة ونص، الائتلاف المصري بقالنا سنة ونص بنشتغل مع الأطفال من 20 محافظة علشان نرسي فيهم المبدأ بتاع ان هم ليهم حق ان هم يسمع ليهم وان هم يشاركوا في الحياة العامة، وعموما لازم يشاركوا في الدستور. اهم القضايا هم سن الطفل، ذكر المادة نص صريح لسن الطفل، حماية الطفل، التزام الدولة بحماية الطفل من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال الجنسي والتجاري، حظر تشغيل الطفل اللي من سن 15 ل 18 سنة في أسوأ أنواع العمل. أما أكثر ما يقلق الائتلاف المصري وأطفاله فهو التخوف من تكرار ما حدث معهم أثناء وضع دستور 2012، حيث استمعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لآرائهم ومطالبهم ولم يؤخذ بأي منها، وخرج الدستور مجحفا بحقوقهم كما يؤكدون. الحقيقة كان لنا طلب موحد في الدستور، طلب ده فيه بيشمل كل المشاكل والجوانب الخاصة بحماية ورعاية الطفل، وإحنا قدمناه لدستور 2012. اللي حصل إن هم خدوا جزء من هذا الدستور وشالوا بعض الكلمات، فأصبح نص المادة اللي موجود، هم عملوا نص مادة موجودة في 2012 ولكن لا تحمي الأطفال، بالعكس كان بتسمح بعمالة الأطفال في وقت من الأوقات. إحنا نتمنى إن المرة دي برضو لجنة العشرة يعني ساهمت في ده شوية أو جابت نفس النص إنما زودت فيه بالحماية شوية. إحنا نتمنى إن اللجنة 50 تسمعنا ويبقى فيه حماية أكبر من الطفولة، وإحنا بنقدم اقتراح متكامل لحماية الأطفال في مصر إن شاء الله. ألم يرتسم على بعض وجوه هؤلاء الأطفال الذين قاسوا كثيرا في سنوات عمرهم الصغيرة، بينما أمل يسيطر عليهم في أن يخرج دستور مصر الجديد معبرا عنهم وعن مطالبهم وحقوقهم العادلة.